اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حوارنا مع محمد مجدي حمزه لاعب دفع الجله الاولمبي ولاعب نادي الاهلي ومنتخب مصر والمرشح ان شاء الله بقوه وقلوبنا ودعوتنا معاه ميداليه في اولمبياد طوكيو 2020. يعني مجدي اجيلك، انت اكيد تدريبك مختلف عن اي لعبه، قول لي تدريبك ازاي، الجزء الفني والجزء البدني. هو احنا بتمرن يعني تمرينتين في اليوم، في صباحيه وفي مسائيه. الصباحيه عاده بتبقى بقى فيتنس وكده، ومعاها الفيتنس بتاعك ايه؟ متجري برضو يعني؟ اللعيبه اعرفوا انه بيجري يعمل نفس، انت مش محتاج الجري؟ لا يعني ممكن يجي وقت اعمل الجري، بس هو مش ده على طول، بس هو بتبقى في بقى الحواجز و نط حواجز. اه طب ايه ليه الحواجز؟ طب مش حواجز بالجري، لو سبرنت لو بس يعني. لا انا فاهم. لا حواجز يعني غريبه، بتفيدك في ايه؟ لا كل حاجه، قوم تجاريه و عشان بتخلي فيه خف على الارض حتى، وخف في الدوران وسرعه في الدوران. يعني لا ليها فايده كبيره يعني. يعني بنعمل وزن في الرمل كل حاجه، يعني ده بينعكس عليك في لعبتك. طب الحديد هل بتلعب اوزان؟ طبعا. ايه العضله، ايه العضله المهمه في لعبتك؟ يعني دايما يقول لك كل حاجه. والله يعني هو حتى كله يقول لك ايه قوي دي عشان ترمي جامد. لا اساسا يعني احنا عندنا الرجلين بتبقى اهم من اللي فوق، مع ان انا برمي بدايه يعني. لا الرجلين هل بزق؟ يعني فهو لا مفيش عضله، رجلين كله ترابيس مجانس كله كله شغال. انت كله ما شاء الله يعني. انا يعني قاعد قدامك، اللهم صل على النبي، ربنا يحميك يا رب. ما شاء الله يعني، ربنا يحميك يعني ويحميك لمصر كلها. انتوا جيل كلكم خمس لاعبين، يعني نقول انت ومختلف الالعاب طبعا، وعبد الرحمن وإيهاب عبد الرحمن ومصطفى الجمل، مجموعه انتوا كده، وعبد الجواد، انتوا مجموعه كده يعني، وشهاب عبد العزيز، انتوا مجموعه مصر منتظره منكم، وعلاء العشري طبعا انا مش عايز انسى حد يعني. انتوا مجموعه كده يعني مصر مستنيه منكم كتير، انت حاسس بالفخر ان انت في الجيل ده؟ طبعا طبعا، يعني كلهم عملوا انجازات كبيره، وبالذات ايهاب ومصطفى جمال. ايهاب كان عنده يعني ازمه كبيره، وربنا واقف جنبه بصراحه. الحمد لله يعني الحمد لله انه رجع، وان شاء الله هيكون برده موجود في الاولمبياد وقوه باذن الله، ويلعب على ميداليه. والجمال برده كذلك، وكذلك شهاب وحسن جواد وعلاء. كلنا مركزين، وانا فخور انا في وسطهم والله فعلا. يعني انت يعني يعني خريج جامعه على فكره، انا بس سالته في انت خريج اول، قول للساده المشاهدين انا بزنس في الجامعه الكنديه. يعني ما شاء الله يعني حتى ويل اديوكيتد، والمنتاليتي بتفرق كويس جدا مع الرياضي، خلي بالك يعني التعليم ما بيعطلش ابدا عن الرياضه، وانت احد هذه الابطال. طب كلمني عن تمرينك، انت بتمرن الصبح فيتنس وانا خلاص طب بالليل هو فيتنس الصبح، ويبقى في معاها برضو حديد بعمله الصبح، وبالليل بيبقى هو بقى التركيز جدا على الرمي، وحتى يعني برمي جوه وبره، بشتغل الحاجات تبع التكنيك اللي هي بتسبورت الرمي نفسه. هو ده بيبقى يومي، وتختلف بقى ساعات الكابتن بيحب يغير. كم ساعة الصبح وكم ساعة بالليل تقريبا؟ يعني اعتقد مثلا ساعتين الصبح او ساعتين ونص، وبالليل مش اقل من 3-4 يعني. تمرينك 3-4 ساعات ما شاء الله، ده بالليل بس. بيبقى صعب يعني، يعني بتتحدى نفسك يعني على فكره. دي مش زهق، مش قصدي انها زهق، بس صعب يعني. لا هي لعبه ممتعه يعني، اصلا حتى وقت الرمي ده ما بناخدوش كاننا عايزين نخلص. عندي مثلا 20 رمي عايز اخلصهم ونمشي، لا ده احنا بنرميهم بشكل ومستمتعين ونقعد. تصور نفسك يا مجدي؟ تقعد كل شويه تشوف انت عملت ايه؟ وطبعا هو الكابتن يعني، يعني اوقات بيحب يصور ويصور، بس انا يعني يعني هو يبقى واقف طبعا شايف، هو اللي بيصلح كل حاجه. وساعات بيبقى بنحب نقعد نصور ونتناقش، لكن هو طبعا عاده ما بيبقاش التصوير ده كل حاجه يعني، بيبقى رميه او رميتين بس في التمرين كله. طب يعني طب